عبارتنا اليوم عين اسبانيورية وشكشوكة باذنجان باش نسحقوا الرطل مفروم حار عظم الباذنجان موجود توا بالباهي طماطم كعب وفلفل اخضر. اول حاجه باش نبداو نحلوا اللحم مفروم نفوحوه ملح فلفل اكحل وشويه فلفل زينه بالجينه شويه وزبيزه مغرفه زيت واهم حاجه الثوم الملحي ونعناع الشايح وشويه تابل نخلطهم مليح نخدمهم وكما قلت انت كوثر اللحم مفروم ماذا بينا حيتين باش يجينا مرطب. خلطوا المكونات هذوما الكل مليح نفرشوا ورقه الالمنيوم والا اثنين باش اللحم مفروم ما يتفرتش نحطهم في الوسط نحالوا رولو البابي الالمنيوم ونكبسوا وما نخليوش ورقة الالمنيوم تدخل تحت اللحم باش ما نجبدوها كما كعبة السلامي ولا السيسون تبدا مزيانة مدورة مستوية مرطوبة بالضبط. كملنا هذا ناخذوا بلاتو نحطوا فيه اشطر ماء ما يفوتش كعبة العين الاسبانيورية نفوحوا ماذا بينا وريقة ترند وعرفك ليه خاطر راهو يسيب ريحة بينا على الاخر باش حتى الفابور اللي قاعد يصير في وسط الكوشة راهو يدخل في الالمنيوم ويعطي ريحة باهية للعين الاسبانيورية. نحطهم في البلاتو نحطهم في الكوشة لمدة 30 دقيقة في 180 درجة سخانة هكايا تطيب مزيانة ونعملوا معاها الشكشوكة نتاع باذنجان. شكشوكة باذنجان كل برشا طرق فيها كراتاتوي معناها باش تعمل اي كيما راتاتوي نحط مسقعه مصريه اهم حاجه نحط الزيت يسخن قبل كل شيء نقص فيه شويه بصل باش البصل ما يغلبش مطعم الباذنجان. من بعد نقص الباذنجان فما اللي يقشروه نحيوه كل وحده وفما اللي يخليوه كامل قشرته خير اي البنه هو في القشره باش من بعد يعمل لك الكولور المزيان الفيولي. نقليهم على البصل الباذنجان نزيدوا شويه طماطم كعب شويه فلفل اخضر ما فوحش برشا باش ما نقتلش مطعم الباذنجان شوية ثوم ملح فلفل اكحل واللي يحب الحار يحط شوية فلفل زينة وشوية كروية تسيب ميها وحدها اي بتبيع الخضرة باش تسيب ميها وتجيب نينها اي انا لهنا مانيش باش نفقس فيها العظام بعد ما تحضر باش نخليها كما هي باش نلقى المطعم نتاع العين الاسبانيورية والباذنجان نعطيها نخرجها نعطيها ضريبة في الكوشة نتاع خمسة دقائق تتسهل تولي مزيانة على الآخر. من بعد ناخذ الصوص هذيك نتاع الشكشوكة الباذنجان نحطها في صحن كبير نقص العين الاسبانيورية نتاعي وندور الصحن نتاعي يا عيني واللي يحب يزيد معاها شوية فريت يزيد أمانة ماذا بيا نخليه المطعم كيما هذا راهو حاجة مزيانة ولينا على الآخر يعطيك الصحة اقتراح هيل هيل هيل. أما حاجة أخرى الاقتراح الآخر اللي عندي أنا ما نثبتوا مع قدور في القبيل ديما راهو ديما انا نقول شنو نقول يا كوثر انا نقول كان توا احنا مازلنا فاطرين وفايقين وما نقدرش باش يعمل انا تبعت وجيب التريليا يجيب لك كرشه باقي اي يقول لي هاني تعبت ويقيل تحت حانوت وبعد يقول لي لقيت الحوانت مسكرين والفلوس ضاعت لي ولا سرقوني ينجم لا لا انا بالعكس انا قاعد نفيق فيه اوكي انت ما تحبش فيه دره والله نحب فيه ما تحبش فيه فما حتى مش خور ولا وقضي انت برافو عليك هذيك هو الاقتراح يعطيك الصحه يا قدور موعدنا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت ودبره.